الشاعر الأستاذ أيمن الشاذلي. أستاذ أيمن الشاذلي موجود؟ محمد ده عند أيمن يا ريس. كبير طارق زيادة. السلام عليكم جميعا، أعرفكم بنفسي، اسمي أيمن الشاذلي من أسيوط وساكن في أكتوبر. فأقول قصيدة يعني بتعدل عليه عند فلان. لا اسكتوا بقى عشان تعديلاتكم بقى. تركوك تركوك وحيدا يا قلبي، تركوك وحيدا يا قلبي ورحلوا بعيدا، لعل الفراق يكون مريحا وجميلا. كنت أحلم بالشمس دوما، لكن مع ظلام الليل أصبح الشروق مستحيلا ومستحيلا تبتسم الابتسامة وأنا من نفسي لست قريبا. هي وهم فارقوني وكأن الزمان سجان قيدني وكبلني بالحديدة. ماذا أنتظر بعد عام وماذا أنتظر بعد دقيقة؟ نسكت من أحزاني ثوب وصبغته من دموع عيناي ورسمت حياتي بريشة سوداء واستثنيت من حقيبتي كل شيء جديد. فالمغامرون كثيرون يحتلون ذاكرتي كل دقيقة ويغتالون في وجداني ويغتالوني في وجداني وفؤادي. فأصبحت رسول العام أغلبها خريفة وتساقطت الورود منه وجف نهر عيناي وتشققت بشرتي وخدودي وكأني لم أكن حرا وكأني أدمنت عيشة العبيدة. أصبحت الحقيقة في الحقيبة لا تخرج من فمي ولا أقول القول السديد. وكأن الخوف استوطن أعماقي وبنى قلاعا له وسجن الحقيقة أني لا أحب فراقه ولكنه لا يشجعوني على البقاء. فأرحل من نفسي للكذب وأنسج لهم خيوط وهم كما ينسج العنكبوت وأكبر جوارحي في كل المعارك لأنها ليست معركتي ولا معركتهم بل هي نيران صديقة. شكرا شاعرنا جميل.